السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. أكيد الكل عم يسألنا وعم يرسل رسائل حول الشيء اللي صار. نحن اليوم باليوم 26 من الحملة اللي عم تشن قوات النظام من تاريخ 18/2/2018. اليوم هو اليوم الأصعب بتاريخ الحملة، وهو اليوم 26. حصل فيه كتير من الأحداث المؤلمة جداً بتاريخ الغوطة الشرقية، بتاريخ 400,000 إنسان محاصر اللي موجودين هون. صراحة اللي صار اليوم هو خروج للمدنيين، قرابة 2000 مدني باتجاه قوات النظام هربا من الجحيم. حاولت الناس أنه تصل لنقاط سيطرة النظام، ووصلت، وبدأت كتير عالم مثل يوم القيامة تطلع من الأقبية، من كتير مدن تطلع باتجاه قوات النظام. بدأت آلة إعلام النظام تصور هذا الشيء على أنه هنن الصدر الحنون والحضن الدافئ اللي عم يستقبل هدول الناس، ونسيوا 1200 إنسان اللي قتلوهم خلال 20 يوم الماضيين، آلاف الجرحى، حالة من العجز بعلاج الجرحى وبتقديم العلاجات اللازمة. اللي حصل اليوم بحموري أكيد كلكم مهتمين أنه تعرفوا شو الشيء اللي فعلا حصل. خروج المدنيين من 11 الصبح تقريبا للثلاثة ونص أو أربعة، بعد النظام اتخذ دروع بشرية لجزء من هدول المدنيين، قرابة 300 أو 400 مدني، بالإضافة لعناصر بعدد كتير كبير، بالإضافة لدبابتين، ودخل من الثغرة اللي كانت عم تطلع منها المدنيين، والمدنيين كانوا هن دروع البشرية، وبدأ يتوغل بمدينة حموريا حتى أنه قدر يستطيع السيطرة عليها بشكل كامل، وكان متوجه باتجاه سقبة. هون الدخول كان يعني لمناطق واسعة، قرابة توغل 2.5 كيلومتر يعني بالمدن. طبعا يعني هون المدنيين انتبهت انه هاي قوات النظام اللي عم تحاول الدخول واللي سببت الخرق. مباشرة استنفرت الثوار لصد هذا الخرق والتعامل معه بشكل جيد، ولكن الشيء المؤسف هو انه بلوغ الخبر للمدنيين الموجودين بمدن الغوطة، بسقبة تحديدا وبأطراف سقبة من جهة حموري، لما بلغ الخبر بدأت ساعة وكأن ساعة يوم القيامة، بدأت الناس تخرج. يعني في كتير ناس خرجت حافية الأقدام، في كتير ناس خرجت بدون ولا شيء، يعني في كتير ناس ضيعت أطفالها بالطريق. بدأ النظام هون يرمي ويفتح النيران على الأبنية السكنية وعلى الهاربين الفارين أمامه، كان في عشرات الإصابات، بالإضافة أنه كان الطيران الحربي عم يمشط قدام القوات المهاجمة اللي عملت الخرق، القصف عم يطال كل مكان، شيء مثل يوم القيامة. آلاف العائلات هي صارت بحيرة من أمرها، أصدقاء من أصدقائنا اللي هنيك، في منهم ما حسن يطالع أبوه، في منهم أبوه مسن، أمه، يعني شيء لا يمكن وصفه. للآن ما قدرنا نحصي أعداد الشهداء، ولكن الحصيلة الأولية للجرحى هو جرحى بالعشرات والمئات. هذا الشيء يعني كارثي جدا، لا يمكن لأحد أنه يتصوره. كلياتنا كنا متوترين خلال الساعتين الماضيين. هلأ شو الرد كان من قبل الثوار؟ بعد عملية تأمين إجلاء المدنيين نوعا ما، بدأت قوات الثوار بشن هجوم معاكس على مدينة حموري اللي سيطر عليها النظام، وبدأوا يتقدموا ويتوغلوا، وبدأت قوات النظام تتراجع بشكل كتير كبير. للأسف نفذت قوات النظام إعدامات ميدانية بحق الدروع البشرية، بدأت تنسحب لوراء، الثوار استطاعوا السيطرة والتقدم للوصول لساحة حمورية.
كان في قتلى بالعشرات لقوات النظام، خسائر كبيرة لإله. تم التعامل مع الخرق، أيضا استطاعوا اغتنام دبابة. هذا الشيء اليوم اللي عم تعيشه الغوطة الشرقية، خروج المدنيين، ليش خرجوا هنن؟ هنن خرجوا لحتى يقولوا للناس أو يطلعوا يخبروا، يعني ما بعرف شو ممكن نقول. الخروج هو من حالة اليأس اللي وصلت للناس. نحن في عنا 26 يوم من حرب الإبادة. أنا عم أحكيكم هلأ في 8 طائرات بسماء الغوطة الشرقية عم تقصف كل مكان. من حرب رشاش، طيران سو 57 لأول مرة يستخدم بالعالم على الغوطة الشرقية، طيران السو 24، طيران يعني كافة أنواع الطيران الحديث والموجه والطائرات الحوامات الهليكوبتر والاستهداف المتكرر يوميا بقنابل الفوسفور الحارق المحرمة دوليا، بهجمات كلور متكررة على المدنيين. تم توثيق ما يزيد عن 500 حالة اختناق خلال الهجمة الأخيرة لنفذ النظام. للأسف هون 400 ألف إنسان محاصر، هن بحاجة ل ل ل بعد 26 يوم من الأقبية، حياة متوقفة بشكل كامل. هن بحاجة للقليل من الأمان، للقليل من 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 ضوء الشمس ليشوفوا. الغوطة عايشة بحصار من 5 سنين. هذا الشيء لابد يعني من أنه العالم يوقف جنبنا. للأسف العالم كله متخاذل، شعوبا وحكومات ومنظمات دولية وأمم متحدة. لا يوجد أي تعاطي إيجابي مع واقع الغوطة الشرقية، لا يوجد أي تفاعل. نشعر وكأننا وحيدين في هذا العالم، العالم أجمع متآمر على سكان الغوطة الشرقية. لن أطيل، ولكن 400 ألف إنسان هم معرضين لحرب الإبادة اليوم. على الجميع، على جميع الناس سوريين ومن كافة شعوب العالم، العرب والأجانب، أنه ياخدوا يعني موقف حقيقي، ينزلوا للشوارع، يعملوا اعتصامات مفتوحة بدول العالم. المغتربين السوريين عتبنا عليكم كتير كبير، لازم انتو تاخدوا دوركم. الغوطة هي قلب الثورة النابض من 5 سنين. هون في 400 ألف إنسان عانوا الحصار وصبروا وصمدوا. الكلمة اللي موجعتنا كتير هي الثوار بباقي المناطق المحررة، الجيش الحر، الكتائب، الفصائل، فصائل درعا اللي عم توعدنا بعمل عسكري من أكثر من 26 يوم، وهن عم يقولوا نحن عم نحضر إله من قبل وبيجهز، و72 ساعة و24 ساعة وكذب لا يمكن وصفه. تاريخ عم يسجل يا جماعة، تاريخ عم يسجل يا فصائلنا. الخونة اليوم لا مكان إلهم بسوريا الحرة. نحن منتصرين وعنا يقين بهذا الشيء، وإن ما كان من هاي الأرض من كل الأراضي. نحن حملنا قضية والقضية ما رح تموت. يا جماعة كونوا مع أهل الغوطة، وقفوا مع أهل الغوطة. السلام عليكم.